للأسف الجو كثير غايم اليوم، كاتبين بعد 4 ساعات لح يروح الغيم. وصلنا لأول نقطة، السائقين كبروا على المكتب. هاي النقطة الأولى، حتى طلعنا من الثانية هذيك صارت. نحنا بالمحطة الثانية، بعد شوي حننطلق باتجاه القمة. نحن باتجاه المحطة الأخيرة إلى القمة. ثم بيلاتوس. نحن 14، أنا بشارك شوباش، وهذا الثلج المتراكم من الله أعلم من كم سنة. في قمة تانية كمان.
على بس عشان نسيم. سبحان ربي أحسن كل شيء. غيم بلش نكشف إن شاء الله شوي بركي يروح كل يوم. عم صور بإيدي ما في سيبة، التصوير شوي صعب. وكاميرا موبايل بالآيفون. والله معكم بخير جميعا. نودي على القمة هاي ونتجي على القمة الثانية. هاي بحيرة لوزرين وهي القمة اللي كنا فيها الأسبوع الماضي اللي فيها الأسانسير المصعد. كما من هنيك هقرر لكم الزوم عليهم وتشوفوهم، هي اليونغفراو والمالليش والانجر اللي موجودين بإنترلاكن اللي بنطلع لهم من وادي لاوتوبرنك. هدول كما من هنيك هني مهرول زمان هيك رح يطلعوا معنا. نعم هنتابع القمة الثانية أو الإطلالة الثانية اللي هي هيك. نعم
هي الكهوف اللي بنشوفها من فوق. هم نقطة مي علينا. هذا هن الحرفين بإيده. طبيعي. مو طبيعي. طبيعي هن الحرفين بإيده. شوي في إطلالة. هي المحطة الثانية اللي كنا فيها بشوي. بلش الغيم يروح ونكشف البحيرة. نتابع. هي القمة بدنا ننزلها شوي تاني إن شاء الله. هذا القطار اللي بيطلع على أقصى انحدار سكة قطار في العالم. بينزل بزاوية 45 درجة. وأنا هلا بفوت بينظفر تحت. بس والله يا أصدقائي ركبت وتهز البدن. هلا بالطلقة ما كتير سيء. بس بالنزلة نحط البدن واحدة بوحدة. يعني هو نازل على مسننات، كل قلبة مسنن عم تهز، يعني لو معك شوية زيت بصيروا خرجة تسقية بيفقسوا. تحط شوية حليب بيطلعوا سمنة.
نحن انتهينا، زرنا القمم كلياته وصورنا بدرون القمم كلها الحمد لله. وهلا الطريق الرجع. طب انتبه الطريق كتير خطير. انتبه ولا توقع، طب الطريق صار كتير خطير. هاي الحديدة ما سكت. يا سبحان من خلق فأبدأ، لا إله إلا الله. ربي لك الحمد. من هالمكان منشوف طرفين الوادي، نحن بأعلى قمة الجبال هيك نشوف الضفة الثانية. بيتي صحيح الطريق شوي خطير، بنفس الوقت يعني في درابزين، بس هو شوي وعلى الدرج مكسر كتير بالحجر. هذا الطريق هلا حننزل فيه لنصال السيارة. من هون نبلش نزول لتحت، تحت رحلتنا بالقمة. هاي الشباب بلشوا يسبقوني وأنا حبلش أنزل. يا رب لا. هو اخي مو كتير خطير، بنفس الوقت مو سهل ابدا، ما عنده تجربة، ما بيحب المسير كتير، اللي ما له متعود حيلاقيها كتير صعبة وخطرة. نصيحتي دائما حاولوا تختاروا حذاء مناسب يكون عالي ساقه كرمال تحفظ كاحل رجلك ما تنفكش بسهولة. ونصيحتي الثانية لكم بهذا المشوار، ما عنده تجربة أو سابقة بالمشي بجبار، ما معود على المشي الطويل، ما بنصحه ينزل بهذا الطريق. هذول 4 ساعات متعبين والله، إذا كانت أول مرة هتكون جدا متعبة عليكم. نراكم على خير. سبحانك يا رب، والله ما عم بشبع من المكان، مالي قلب انزل، وما بدي التهي بالتصوير لانه شوفت عينكم، شوف هالجرف اللي تحتي. الله يحمينا. هاي الشباب صاروا تحت سبقوني، ويدني ويدي خلينا ننزل عليه هلا. نراكم على خير. Thank you.
خايف عم بلتهي بهالتصوير وخايف وعلي شي زق. هي الاطلالة اللي على طريقنا ونحن نازلين. هاي الشباب، هاي الكنيسة اللي كنا عندها من شويتين، وهذا الطريق والله مزعج، يعني زحطنا كذا مرة. الله يخليك. الله يدينا بس والله شاغلة. توعاد يا شباب. الشباب اخذوا باجة صغيرة. علي علي مش طاحوا. حياكم الله يا شباب. شو بلالو؟ تبت؟ علاء كيفك؟ الهمة كيف؟ مشغول بالي على الشباب. لا اخي لا تخشى شيئا. ابو هائل كيفك؟ الحمد لله. الهمة؟ الله يوصلنا بخير وسلامة. بلالو حبيبي الله يسعدكم. حيمشي يلا روح. الو هذا المحترم طالع طلوع من تحت، نحن نزول مستصعبينها. وين بقى سيدنا براء؟ بابا انتبه، روح روح توكل على الله. خطره شوي القرنه. سهلة عن جد سهلة. ايه روح توكل على الله ابي. سهلة ما تخاف. يلا ابي توكل على الله. لا اله الا الله. يلا. المنظر ما احلى. ايه والله الله ديم نعمه. هاي القمة تبع الاسانسير اللي بالنص. اي والله انا ابني عمره 13 سنة بس معود بيطلع على طول. وقت ما كان عمره صدقا شهرين كنت اخده معي على الجبل احمله امشي فيه، وبيحب الطبيعة لابوه. الله يديم نعمه شباب. وراي بس مؤخرين هذا الطريق المزقزق اللي كنا فيه، وهي المحطة تبعت التلفريك. لا إله إلا الله. روح روح بابا توكل على الله. تنتين بنفضوا بابا لا تسلك. عاملين درج صغير كتر خيرهم. خلصنا أصعب مرحلة هي القمة الصخرية، آخر مرحلة بالتلفريك، وهلا بلش ننزل المرحلة الثانية وهندخل بهالغابة. هلا لسه عنا ساعتين وشوي مشي، حيصلنا أكثر من ساعتين عم نشوفه، أو لا ساعتين تماما تقريبا، يعني حتكمل معنا 4 ساعات. الشباب ريحوا كثير والله. آخر 50 دقيقة. الشمس حتغيب، صلنا من 9 الصبح، هلا الساعة 6 بالليل، يعني 9 ساعات هي الرحلة.
هذا المقطع هون كطريقنا. احنا تقريبا وصلنا لنهاية الطريق، بقينا هو اقل من 2 كيلو لو بدنا نروح من هذا الطريق. هذا طريق النظام، بس حننزل من هون من ناحية المجنين. قالتنا هي البنت السويسرية من هون اسرع بكتير، لنشوف. هي مدينة لوزون، حتى مطلعين لسا ما وصلنا لباركينج السيارة. نعم، هي القمم اللي كنا نشوفها تحت صارت فوق.